طبخ رؤية رمضاني عبارة عن مبادرة تطوعية من مجموعة من السيدات السوريات تقوم فكرة المطبخ على تقديم يد العون والمساعدة لأهالينا المهجرين والقاطنين في مخيمات الشمال السوري من خلال تقديم وجبات الأفطار بشكل يومي. تم استهداف 6 مخيمات من ضمن المخيمات المتواجدة في الشمال السوري. كل مخيم 5 أيام يقوم مطبخ رؤية بتجهيز وجبات الأفطار ضمن المخيم ومشاركة الأهالي بعملية إعداد الوجبات. وفي اليوم الأخير من المخيم نقوم بإعداد إفطار جماعي لأهالي المخيم ومشاركتهم كعائلة واحدة. كما يقوم فريق رؤية بتقديم مبادرة تطوعية وهي عبارة عن حلاقة لكبار السن ضمن المخيمات المستهدفة.